الروسيين بصفة عامة كيبانوا قاصحين بالشخصية اللي عندهم، بالخصوص العالم الغربي ما كيتقبلش بزاف طريقه التعامل ديالهم، وهادشي لان هاد الناس ما كيزوقوش بزاف الهضره وما فيهمش داك اللطف الزائد على اللازم، لانهم صريحين عموما. الا كان شي حاجه غبيه كيقولوا مباشره انها غبيه، الا عجبهم شي حد او شي حاجه كيعبروا بصراحه على الاعجاب ديالهم، ولا كذلك ما كانوش راضين على شي وضع او ما باغينش شي حاجه معينه كيعبروا بصراحه ومباشره على الرفض ديالهم لديك الحاجه. التاريخ والثقافة والمبادئ جدودهم خلوهم يكونوا كشعب متشبتين بالصدق الجماعي كصفة، خلو الصدق يكون في الأساس ديال السلوك وطريقة العيش ديالهم. ولكن حنا والعالم الغربي عموما كلنا تقريبا مبدلين من هاد الناحية، في كل موقف ومع كل شخص كنلبسوا واحد القناع اللي كنعتقدوا أنه غيكون ملائم لذاك الموقف أو ذاك الشخص. طريقة العيش ديالنا كتكون عامرة بالصواب وبالعبارات اللي كيربحونا أكثر عاطفيا وتجاريا. البعض كينطلق من المبدأ ديال أن التعرف والتفاهم بواحد طريقة سطحية مع بزاف البشر غيكون مربح وآمن كثر من معرفة قلة فقط الأشخاص بواحد طريقة وثيقة وعميقة. هادشي علاش تفرضوا علينا الابتسامات والعبارات ديال الأدب وبزاف القواعد المأسسة على النفاق الاجتماعي، وكنتيجة ما بقيناش كنحسوا فعلا بالأمان مع الأشخاص اللي قدامنا باش نعبروا حقيقيا على نفوسنا وعلى الرغبات ديالنا. بزاف فينا مقتنعين بالخطأ بلي خاصهم ضروري يبقاو في القبول باش يكونوا زعما إيجابيين. جات واحد الموجة بزاف ديال الكتوبة والأفلام والنظريات على التفكير الإيجابي إلى آخره، اللي فيها خاصك ما أمكن تجنب التعارض مع الناس، خاصك تقول نعم لأي حاجة، نعم لهاد الحياة ولهاد العالم إلى آخره. ولكن في الواقع وفي الحقيقة اللي كيكون صحي أكثر هو أنك تتعارض مع داكشي اللي ما كيتوافقش معك، هو أنك تفرض الرأي والرغبة العميقة ديالك. إلا كان شي حاجة ما بغيناهاش وكتزعج النفسية ديالنا خاص نكتسبو الشجاعة الكافية للرفض ديالها بكل قوة وصراحة، وخاص كذلك حتى حنا نتقبلو الرفض الآخرين، لأنه إلا ما كانش عندنا هاد الروح ما غنتمكنوش من بناء علاقات صحية في حياتنا، بما أن الرفض وقبول الرفض كيكونوا في الأساس ديال أي علاقة صحية، وكيكونوا كذلك المفتاح للهوية ديالنا. كنوليو كنتعرفو كتر على نفوسنا بشأن شنو كنبغيو وشنو ما كنبغيوش، شنو اللي كيتوافق معنا وشنو اللي ما كيكونش صالحنا. والشخص اللي ما كتكونش عنده الشجاعة باش يرفض شي حاجة ما كتوافقش معه كيكون بهذه الطريقة كينكر الوجود ديالو. وهذه المشكلة على حسب علماء النفس كيبدا من الطفولة الصغيرة ديالنا، كيبدا فاش والدينا كانوا كيعلمونا وكيشجعونا باش نكونوا دائما مطيعين وكنسمعوا الهضرة الى اخره، كيقنعوك انه خاصك تكوني بنيته زوينة اللي كتسمع الهضرة او وليد مؤدب ومطيع اللي غادي يفتخروا به الى اخره. وبما ان كاع الاطفال كيكونوا في حاجه للحب والعاطفه والقبول والتقدير ديال والديهم، هاد الوالدين كيستغلوا هاد المساله سواء بوعي او لا وعي من جهتهم، وكيتلاعبوا عاطفيا بالاطفال ديالهم باش يروضوهم على الطاعه والانضباط والولاء، باش زعما على حسب الاعتقاد ديالهم يربيوهم ويعلموهم باحسن طريقه. وكيتغرس لنا في الدماغ اذن انه الا كنا مطيعين كنقولوا ديما نعم وما كنتعرضوش معاهم، فغيكون هذا عربون حب لوالدينا. كذلك كنفهموا بسرعه انه الا بدينا كنتعارضوا وكنعبروا على الرفض ديالنا كنخاطروا بهذه الطريقه اننا ندخلوا في صراعات او نتعاقبوا او ما نتحبوش كفايه او حتى نترفضوا او يتم التخلي علينا الى اخره، لان الطفل وهو صغير ما كيكونش واعي وفاهم ان والديه يقدو ما يسمحوش فيه غير حيت قام بالرفض ديال شي حاجه. في الدماغ الصغير ديالو في اللاوعي ديالو كيبقى ديما خايف على البقاء ديالو في هذه الحياه وعلى البقاء ديالو وسط من المجموعه اللي هو فيها، وكيحس بواحد عدم الامان الى التمرد او شيء من هذا القبيل. وهادشي بالخصوص في العلاقات السامة فاش الارتباط مع الآباء كيكون غير آمن. الطفل إذن كيبني الشخصية ديالو على معايير خاطئة بشأن التأكيد ديال نفسه، وهادشي كيستمر كذلك حتى في المدرسة، حتى مع المعلمين والأساتذة كنفهموا أنه خاصنا نكونوا أو نبانوا ديما مطيعين، ما نقولوش للأستاذ فاش يقولنا شي حاجة وما نتعرضوش معاه في الرأي باش نعجبوا هاد الأستاذ ونتفادوا المشاكل ويبقى ديما منتبه لنا في القسم. ولكن في المراهقة هنا فين كتبدا تعقد الأمور، لانه كيجي الوقت باش نفرضوا الذات ديالنا ونأكدوها، وكيبدا اذا كيتكون النقص عند البعض في التاكيد ديال ذاته، كيولي كيتم الاستغلال ديالو من طرف الاصدقاء والعالم الخارجي، وكيبداو اذا القصص ديال التنمر والاضطهاد والالعاب ديال السلطه والمضايقات ديال هادوك اللي كبروا مهرسين شويه في النفسيه ديالهم، هادوك اللي ما تعلموش مزيان يقولوا لا، هادوك اللي ما تعلموش يتعارضوا مع الاشياء والمواقف اللي ما كتوافقش معاهم. وما كتحبش غير هنايا، هذا الضعف في القدره ديال انك تعارض او ترفض او تمرد كدير الازعاج في جميع مواقف الحياه وحنا كبار في العمر، العلاقات مع الوالدين ومع الازواج والمسيره المهنيه الى اخره. بزاف الناس كيقبلوا باشياء اللي هما رافضينها في الاعماق ديالهم مع الفكره انهم خاصهم يحافظوا على الانسجام ويتجنبوا ما امكن يدخلوا في صراعات،
إلا أنه فاش كنتجنبوا الرفض غير باش نتجنبوا بأي ثمن الإزعاج أو صداع الراس أو المواجهات، وباش كذلك ما نواجهوش الندم والخطأ والفشل في بعض الأشياء اللي اختاريناها، كنوليو بهذه الطريقة مع الوقت كنخدروا المعاناة ديالنا وكنتجاهلوها، وكيتولدوا اضطرابات نفسية وفيزيولوجية اللي كتتفق منها معاناة من نوع آخر عاوتاني. بزاف فينا كيبقاو محبوسين بدون وعي في التربيه اللي تربيناها، وكنتجنبوا نرفضوا الاشياء والمواقف غير حيت كنكونوا خايفين نخيبوا الظن ديال الطرف الاخر او باش نحصلوا على الاعجاب، او خوفا من انه يتم التخلي علينا بحال فاش كنا صغار. واخا كنكبروا اللاوعي ديالنا كيبقى طفل صغير اللي كيتحبط له ان الناس كلهم والديه على برا، وبحال فاش كنا صغار كنبقاو في اللاوعي ديالنا خايفين من العقاب، خايفين من الرفض والصراعات بصفه عامه. وهاد القضية كيقولوا علماء النفس أنها شائعة عند النساء بالخصوص بحكم التربية والتقاليد المبنيين على العنصرية الجنسية اللي كرغموا على الفتيات يقمعوا العدائية والغضب والرفض والتمرد والمعارضة ديالهم، وفاش كيكبروا إذن كيبقوا بحال هكا كيميلوا للتجنب ديال الصراعات والتمرد والرفض بصفة عامة. ولكن هاد الصراعات في الواقع كتكون ميزة بالنسبة لنا نساء ورجال في العلاقات المهنية والزواج والصداقات ديالنا وما إلى ذلك، هي اللي كتوضح المبادئ ديال كل واحد من الأطراف وكترسم الحدود في العلاقات وكتخدم على إثبات الهوية في المجتمع. وخا الإنسان بطبيعته كيبغي يعجب الناس، الشريك أو المدير أو الإبن أو الأم أو الأب، ويحس براسه محبوب في عينيهم، والبعض بالنسبة له ما غاديش يكون أناني بهذه الطريقة، غيكون طيب وكريم ومساح ومتفاني إلى آخره، وشي وحدين كذلك ياخدوها على أساس أنه التزام وواجب من جهتهم، إلا أنه مهما بردنا على راسنا بالنسبة لعلماء النفس هذا السلوك يؤدي بنا مع مرور الوقت للشعور بالإرهاق العاطفي والإحباط والغضب والإحساس بالذنب والدنيوية، بالإضافة لأعراض جسدية متنوعة فاش الإنسان كيعيش لمدة طويلة مع شي حاجة اللي ما قدش يرفضها واللي ما كتوافقش مع الشخصية دياله. الجسم كيتفاعل مع الوقت مع كل داك الإحباط وجميع المشاعر السلبية المكبوسة اللي عندنا، فاش ما كنقولش لا على داكشي اللي ما كيتوافقش معايا كنكون كنكر بهذه الطريقه الرغبه والاراده ديالي وكنتمسح قدام الاخر. الطفل الصغير فاش كيكون في عمره واحد عام ونص مثلا كتجيه سهله باش يرفض دائما داكشي اللي ما كيعجبوش، كيكون طبيعي نعرف ان الرفض ديالو هو معارضه وطريقه للتاكيد ديال نفسه، كيكون كيحبس الاخر من انه يتسلط على الحدود ديالو لانه كيكون طبيعيا مازال كيحترم نفسه. والانسان عموما فاش ما كيعرفش يقول لا ما كيحترمش الاحتياجات ديالو والمشاعر الخاصه اللي عنده، في حين ان كل واحد فينا كيكون مسؤول على السعاده والتوازن ديالو. خاصنا اذا نتعلموا باستمرار نتسائلوا حول شنو اللي كيبلوكينا في حياتنا وشنو الاخطاء اللي كيقوم دائما اللاوعي بالتكرار ديالها، ونتشجعوا نرفضوا داكشي اللي ما باغيينوش وما نخافوش من الصراعات اللي غادي تتفقوا من هذا الرفض، وكذلك من التغيير اللي غادي قد يؤدي له هذا الرفض، لانه فاش كنتعلموا نعبروا على الرفض وكذلك نتقبلوا الرفض ديال الاخر دغيا كيتضحوا لنا العلاقات السامه والعلاقات الصحيه اللي كتكون مبنيه على اساس متين وصلب وامن في حياتنا. في العلاقات الصحيه الاطراف كيلقاو بسهوله كيفاش يرسموا حدود واضحه المعالم بين الهويات ديالهم، كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو وديكشي اللي كيخصو بلا ما يمارس الضغط على الاخر. اما بالنسبه للعلاقات السامه فما كتكونش فيها القدره على تحمل المسؤوليه بين الاطراف، وبالخصوص ما كتكونش القدره على الرفض وتقبل الرفض بين الاطراف. على سبيل المثال الشخص اللي كيطلب من الشريك ديالو يتخلى على شي حاجه كيرغب فيها بعمق او ما يخرجش مع الاصدقاء ديالو الى اخره بحجه انه كتجيه الغيره او شيء من هذا القبيل، او عاوتاني هذاك اللي ما كيقدش يعبر على الرفض في الخدمه وكيتم الاستغلال ديال هذا الشيء وكيولي كيتحمل اكثر من الطاقه ديالو، او عاوتاني شي حد اللي ما قدش يخدم واحد الخدمه او يتزوج واحد الشخص معين او يقرا واحد القرايه اللي كتعني بزاف بالنسبه له غير باش يدير الخاطر لوالديه الى اخره، وبزاف ديال الامثله من هذا النوع المتفشيه في كل مكان. وفي جميع هذه الحالات يا اما الشخص كيتحمل المسؤوليه ديال المشاكل او عواطف او رغبات اللي ما كتخصوش هو، يا اما الشخص كيكون كيحمل الاخر المسؤوليه ديال العواطف والتطلعات الخاصه به. جوج الفخاخ في العلاقات الاجتماعيه اللي صعيب ما نطيحوش فيها، وهذا الشيء لان الحدود ما كتكونش مرسومه بوضوح في العلاقات ديالنا، ما كتبقاش عارف شكون المسؤول على شنو وشكون اللي غلط وفاش غلط وعلاش كدير شنو كدير الى اخره. المبدأ ديالك الواحد كيكون هو إسعاد الشريك أو الأم أو الإبن، أو العكس الإسعاد ديالك من قبل الشريك أو الإبن إلى آخره، في حين أنه فاش كتكون العلاقة مبنية على واحد الحدود واضحة وعلى القدرة ديال الرفض وتقبل الرفض هادشي كيزيد يقرب الأطراف من بعضياتهم وكيخليهم يتعرفوا مزيان على المشاكل ديالهم ويتعاونوا مع بعضياتهم في الحل ديالها. والرسم ديال حدود واضحة وآمنة بالأطراف ما كيعنيش ما غاديش يكون الدعم المتبادل والمساعدة والاتحاد بيناتنا، خاص غير يكون الشرط ديال الرفض وقبول الرفض بكل حرية وكذلك بكل قناعة باش نقدروا ننعموا بعلاقات صحية في حياتنا بلا ما يكون كاين واحد الاستثمار عاطفي للشخص كيتسنى فيه واحد المقابل في المستقبل.
لان المقابل غالبا ما غيكون لا شيء غير الاحباط والندم اللي غيتجسد في بزاف ديال الاضطرابات النفسيه والجسديه. لان الشخص اللي ما كيعرفش يقول لا مهما كان السبب ديالو استثمار عاطفي او ضعف نفسي او شعور بالطيبوبه الى اخره، كيكون ديما الفريسه المفضله ديال الشخص اللي كيتسم بالعقليه ديال الضحيه، اللي ديما كيقلب على منقذ مستعد للتكريس ديال نفسه من اجله ويحمل المسؤوليه ديال المشاعر والاحتياجات ديالو. هذا هو الين واليونغ ضد اي علاقه سامه في الحياه، كتكون العقليه ديال الضحيه والمنقذ ديالها، الشخص اللي كيشعل العافيه وكيعطي لراسو الاهميه، والطرف اللي كيحس براسو مفيد فاش كيطفي هاد العافيه. هاد جوج اطراف كينجذبوا لبعضياتهم بحال المغناطيس. الامراض النفسيه ديالهم كيقولوا علماء النفس كتتوافق مع بعضياتها. اغلبيتهم كيعيدوا الانتاج ديال نفس النموذج الابوي، اي العلاقه اللي كتستند على حدود ما واضحاش بيناتهم بحجه تجنب المشاكل والحفاظ على الهدوء، وداكشي اللي كبروا عليه واعتبروه انه علاقات سعيده وصحيه. ولكن المشكل هنايا هو ان الشخص اللي ما كيعرفش يعبر على الرفض ديالو كيبقى في واحد الدوره اللي ما عندهاش نهايه، لانه عمره غادي يقدر يحقق الرضا الكامل والاحتياجات اللامتناهيه ديال الطرف المتمركز على الذات ديالو اللي كيعتبر راسو في اللاوعي ديالو انه ضحيه. وفي جميع الحالات اللي فيهم الضحيه والمنقذ كيكونوا كيستغلوا بعضياتهم بهذه الطريقه، نادرا ما كيكون بيناتهم واحد الحب واحترام حقيقي، بما ان العلاقه ديالهم كتكون بنيه على المقابل وعدم القدره على انك تكون صادق بالهويه الحقيقيه ديالك في العلاقه. وما كيكونش مستاهل كذلك تفرق بدقة بين الالتزامات الحقيقية والموافقة المرضية. وباش نفرقوا بين هاد الجوج خاص ديما نسولوا نفوسنا هاد السؤال: إلا رفضت هاد الشيء أو هاد الموقف شنو اللي غادي يتبدل في العلاقة ديالي؟ إلا كان الجواب هو أنه بالرفض ديالي غنتسبب في واحد الدراما وتوتر اللي قد يؤدي بالعلاقة الهاوية، فهاد الشيء ما كيكونش كيبشر بالخير. كيعني أن العلاقة ما بنياش على واحد الحدود واضحة وحب حقيقي غير مشروط، بل مبني على قائمة ديال الأخذ والعطاء والمصالح الشخصية إلى آخره. والأشخاص اللي كيرسموا واحد الحدود واضحة في العلاقات ديالهم ما كيكونوش كيخافوا من الأزمات والدراما والصراعات وحتى الجراح النرجسية اللي غادي يواجهوا في الطريق ديالهم، لأنهم كيكونوا كيطمحوا لواحد الحب غير مشروط، علاقة اللي فيها كتقبيب الحدود اللي كيفرض الآخر وكتعطيه المساحة الكاملة ديالو. كيولي إذن واحد الجود ديال الأمان النفسي والهدوء في العلاقة. ولكن فاش كتكون الاولويه ديال واحد من الاطراف هي انه يحافظ على واحد الراحه بلا تمزقات وبلا صراعات ومواجهات، واخا هاد الشخص يقنع نفسه انه لقى السعاده ديالو بهذه الطريقه، ما كيكونش حقيقيا مرتاح في الاعماق ديالو، والعلاقات ديالو واخا كتبان انها قويه ظاهريا كتكون هشه وضعيفه داخليا، لاننا ما كنحصلوش على واحد الثقه حقيقيه بدون صراعات. الصراع في العلاقه كيخدم ككاشف باش الاشخاص كيفهموا مزيان الهويه ديال بعضياتهم والتوافق ديالهم، وكيتسطح اذا شكون اللي معاك باش يرافقك بواحد الطريقه غير مشروطه، وشكون اللي معاك غير من اجل الفوائد المكتسبه من هذه العلاقه. الثقه كتكبر بين الاطراف فاش كيمكن لهم يعبروا بصدق وراحه على الراي او المبدا او الرغبه او عدم الموافقه ديالهم، فاش كيكون سهل وماشي مشكل انك تقول لا للطرف الاخر وتقبل كذلك الرفض من عند الطرف الاخر. وبلا هذه الثقه عمرنا نقدو ننعمو بالراحة والأمان والسعادة الحقيقية في العلاقات ديالنا.